عارفين لون حمال الاعلانات اللي احنا بنشوفه كده ونقعد نقول هو ده متحمر ازاي وده لونه عامل كده ليه؟ هو ده بقى. بص بقى ده اتيكيت اكل الايه الحميم. فريك رز اي حاجه المهم حمام. تخيلوا كده معايا حماميه محشيه فريك، بس قبل ما تتحشي فريك متبله مسلوقه محمرة مشمرة. كل ده هنعمله النهاردة. ازاي تاخدي حمامية مقفولة الحشوة جوه مش متنطورة برة ولا مفتوحة؟ ازاي ناخد حمامية من جوه طعمها حلو وكمان حشوتها حلوة؟ النهاردة يا جماعة هنعمل احلى حمام محشي بالفريك. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة بقى وانا بشتري الحمام، وانا راجل بتاع الحمام هقول له انا مش عايزة فيها اي حتة جلدة مهرية، وبعدين انا عايزة الرقبة وعايزة الراس. وبعدين بقى تعالوا من هنا اروح فاتحه بالراحه كده علشان انا بحشيها كمان تحت الجلد. وهي الحمامه فيها ايه يا جماعه غير حشوتها اللي تحت الجلد دي؟ وبالراحه خالص بايدي كده ابدا ايه اسلك من غير مقطع الجلده، مهم جدا. بصوا سلكتها ازاي اهي لحد ما هتوصل للرقبه، كمان هحشي الرقبه. بصوا هناخدها فرخه مش حماميه. بس كده سلكت، هعمل كده برضو في الباقي طبعا العدد اللي انتي عايزاه. دي بقى المهمة الحساسة. بصوا يا جماعة بالراحة خالص سلكتها اهي. طيب تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعدها. ده بقى بصل بشراه مش انا عايزاه ناعم وفي مية. هروح عاملة ايه، هروح حط عليه بقى شوية ملح حبة حلوين وفلفل اسود وبعدين رشة جوزة الطيب وكمان عندي هنا رشة حبهين. هعمل ايه بقى؟ ادعكي لي كل ده كويس قوي. ريحة البصل كده بقت ايه متبلة وعلى الحمام اللي انا نضفته. هروح بقى واخده البصل ده ومتبلة بيه الاول الحمام قبل ما اعمل اي حاجة. مهم جدا يا جماعة الخطوة دي، عايز اقول لكم بتفرق جدا في طعم الحمام، بتفرق جدا. اتبل كده من جوه ومن بره ماشي، وايه كمان بين الجلد، واروح حاطه عند اختها كمان. وحمام يعني سمنه بلدي، حط كده حبه حلوين في الطاسه بتاعتي واروح حاطه عليهم فصين مستكة. ريحتهم تطلع. ايوه عندي هنا بقى ايه الكبد والقوانص بتاعتنا، اروح منزلها هنا واديها تقليبه حلوه بتاعت ايه الحمام. عايزه تجيبي تاني كبد وقوانص وتقطعيها طبعا ماشي، واقلبها. ولازم الاول تستوي، ما ينفعش احط عليها الفريك من غير ما تستوي، مهم جدا. بعد ما الكبد والقوانص بقى استوت تماما ما احطش البصل، بحط ايه الفريك وابدا بقى اتبل. عندي هنا فصين ثلاثة توم احطهم، البصل ما بيتحطش دلوقتي. عندي بقى هنا عودين دوري، فصين ثلاثة حبهان، وبرده السبع بهارات وجوزة الطيب والملح بقى، وطبعا طبعا اكتر حاجة بتميز الحشوة الفلفل الاسود. انا بحب اسيب الفريك كده على النار في السمنه ومع الكبد والقوانص، عايز اقول لكم ان هو كده يتاكل يتاكل من كتر حلاوته. عندي هنا بقى كميه البصل اللي انا تبلت بيها ايه الحمام وزودت عليها، اروح منزلها بقى دلوقتي. طبعا محطوط عليها بهارات وملح وفلفل اسود، واقلب. خلاص البصل بتاع الحشوه ما بيكونش متدبل قبلها، يعني ايه يعني ما بيكونش كده متقلب في الزيت ولا في السمنه، لا بيكون ايه كده بنكهته الفريش. دول كوبايتين فريك منقوعين قبلها بساعتين، هحط عليهم بقى كوبايه واحده بس علشان اديله تسويه الا ربع. مهم قوي ان انا اسوي عندي الفريك تسويه الا ربع قبل ما احشي بيه الحمام. كده بقى عندي الفريك مجرد ما يتشرب الميه بتاعته جاهز للحمام. احشي دلوقتي؟ ابدا،
ما ينفعش خالص احشي الفريك وهو سخن، لازم اسيبه يبرد تماما واحشي بيه الحمام، لان لو حشيت كده الفريك وهو سخن في الحمام هلاقي الجلد بتاعه بيتقطع. ليه؟ ده رقيق ما يستحملش معايا كل ده، فلازم ابرده الاول. هجيب طبق واقلب فيه ايه الفريك عندي علشان يبرد بسرعه. هنا بقى لحد كده ما الفريك يبرد هنجهز الشوربه. طيب حطيت ميه طبعا كتير علشان اسلق فيها الحمام. بصلايه اقطعها مكعبات واحطها في الميه. جزرايه تفرق جدا برضو عندي هنا في طعم الشوربه. عايز اقول لكم شوربه الحمام بتبقى حلوه جدا وبتتشرب، تعمل بيها طبعا ملوخيه اكيد اهو. وبقى عودين كرفس كده، واتفرجوا على النكهه، وهغطيها لحد ما ايه نروح نحشي. انا مش عارفه ليه انتوا شايفينه حاجه صعبه ان هو يتعمل في البيت. على فكره انا هقوم اعمل حمام عندي بالظبط كاني اعمل فريخ، الاثنين عندي واحد. بص هاخد حبه كده بقى من الحشوه اللي بردت واحطها كده ايه هنا، وبعدين احشي بقى. بحشي ازاي بقى؟ بحشي الاول تحت الجلد كده، ما تقطريش علشان ما يفرقعش، بس برضو ما يبقاش فاضي. عايز اقول لكم الفريك مستوي، يعني كل رايح واللي جاي ياخد حبه، بس برضو لازم اعمل حساب ان في مية هتدخل ويخرج مكانها هوا اهو كده. طيب هقفل بقى ازاي؟ بصوا هجيب الرجل واروح ايه بس كده اعملها كده شوية واروح مدخلها هنا، ما بقفلش باي حاجة على فكرة، بس كده. والرجل التانية ايه العكس؟ هتقولي طب والفريك مش هيقع؟ هقول لكم لا مش هيقع، وهقول لكم ازاي. طيب انا هنا كمان احب احشي الرقبة اهي، واملاها كلها، ياخد تاني واملا اهو، وبعدين اجيب الراس واقفلها كده. ودي بقى احسن طريقه. خلاص كده بصوا بقى الحمامه بقت قد ايه ولسه لما تستوي. بصوا بقى الحمامه بعد ما اتحشت، وزي ما قلت لكم انا قافلاها هنا بالراس وقافلاها هنا بالرجلين والميه هنا بتغلي، هعمل ايه؟ هحط كده وههدي النار، مهم جدا عشان ما تفرقعش معايا. بس مجرد ما احطها الاقيها راحت عامله ايه؟ قافله كده على ايه بعضها، فاي حاجه جوه مش هتقع. مجرد ما حطيت الحمام انا ما ينفعش اغطي، اكعب. ليه؟ انا مش عايزه الشوربه عندي تقلب، لو قلبت انسي كله هيفرقع. انا لازم اكعب. يعني ايه اكعب؟ يعني اسيب كده وهخلي النار هاديه، هياخد تقريبا ساعه تسويه. بعد الساعه هطلعه من الشوربه واسيبه يبرد خلاص، واقول لكم بعد كده بقى انا هعمل فيه ايه. سلقنا الحمام وطلعناه وبرد، ولازم يكون برد. ها هعمل بقى الخلطه الجباره دي اللي هتخليه زي ما نقول كده ايه، محمر ومشمر. الخلطه دي عباره عن ايه؟ لبن، ايوه، وعليها بقى ايه معلقتين سمنه كده اهي، ونحط عليهم برضو رشه الملح والفلفل الاسود عادي جدا. ايه دي الملح بسيطه يعني. ده بقى زيت هحط فيه معلقه سمنه كمان، دي هحط فيه فص مستكه، بتفرق جدا جدا في الريحه والطعم. بصوا الحماميه جامبو دي اللي زي ما نزلت زي ما طلعت، هروح بقى مغطساها هنا كده في السمنه وفي اللبن كويس قوي، واحنا اتفقنا ان لازم تكون بردت اهي. واروح بقى على الزيت واحط. ايه رايكم في لونه؟ شايفين لونه عامل ازاي؟ الاول على ظهره وبعدين على ايه بطنه، لونه فظيع. عارفين لون حمام الاعلانات اللي احنا بنشوفه كده ونقعد نقول هو ده متحمر ازاي وده لونه عامل كده ليه؟ هو ده بقى. وخلصت احلى اكله في العالم. عايزه اقول لكم فعلا كما قال الكتاب، حمام محمر ومشمر على طريقتي. عايزاكم تجربوها تقولوا رايكم فيها، ولو عايزين تعملوه برضو بالرز طبعا بنفس الخطوات اللي عملناها. ودلوقتي بقى اعرف انتوا بتحبوه بالرز ولا بتحبوه بالفريك؟ كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.